بخطاب حماسي مفرداته ثورية، افتتح حزب حراك تونس الإرادة مؤتمره الانتخابي الأول. الرئيس السابق ورئيس الحزب محمد المنصف المرزوقي بدا ثابت المواقف من نقد لاذع للسلطة الحاكمة. المرزوقي أعلن تضامنه المطلق مع الاحتجاجات الاجتماعية، بل حذر من التعاطي الأمني معها. يعيشون في عالم سحري عن تعافي الاقتصاد، وهو في أوج مرض يتطور من السيء إلى الأسوأ. ومن أعراضه اليوم هذه الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق الداخلية والتي نتضامن معها. المرزوقي صب جام نقده على إعادة طرح قانون المصالحة الاقتصادية، فقد اعتبره تكريسا للفساد ولإفلات رموز نظام بن علي من العقاب. دعا إلى يوم غضب ضد القانون، واعتبره ضربا لمفهوم العدل. إعادة عرض المشروع بصيغته القديمة على البرلمان والتمسك بكل ما جاء فيه ونية فرضه أحب من أحب وكره من كره مؤشر بالغ الخطورة، هو اعتراف بجبروت الفساد وقدرته على تطويع الدولة والسياسيين. وعن موقع الحزب سياسيا، دعا المنصف المرزوقي إلى جبهة ديمقراطية مطالبا بضمان واضح لنزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. احنا سنواصل يعني الاستعداد باعداد البدائل، لان الموضوع اليوم هو البديل. بديل يعني هذا حزب الان يتاهب لكي يعني يجتمع مع الاحزاب الديمقراطية لكي يكون البديل في 2019. ستنشأ هيكل منتخبة في هذا المؤتمر، ستتفاعل مع الأحداث السياسية بطريقة أكثر استقرار، لأنه ستكون منتخبة في إطار ثوابت الحزب. وإثر جلسة الافتتاح، خرج أنصار المرزوق محتجين على قانون المصالحة الاقتصادية ومجددين ولاءهم لمبادئ الثورة. مستندا إلى إرث المرزوقي في النضال وفي السياسة، يسعى حزب حراك تونس الإرادة إلى مكانة متقدمة في الخارطة الحزبية التونسية، ولعل مؤتمره الأول تحت شعار الثبات والأمل دال على أن الحزب بين هذا وذاك. فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.